السلام عليكم، معكم أمين الشفاوي. مرحبا بكم. اليوم عندنا في هذه المنازل الجديدة اللي هنا كنبنيو في المغرب، هي سابقة في المغرب. بغيت نقول لكم بلي هذه المنازل مضادة للزلازل، وكما كتشوفوا ممكن نبنيوها في بين 7 أيام و10 أيام. هي الكونستركسيون ديالها مبنية من الحديد، وكنديروا واحد الطبقة ديال واحد الساندويتش بانيل اللي كيكون مضاد للحرارة ومضاد للرطوبة والصوت. كيما قلت لكم كتبنى بين 7 أيام و10 أيام، ومساحة ما كتاخدش مساحة بزاف، بحال هادي اللي كتشوفوا دابا موراكم 36 متر، 6 على 6 هي 36 متر. فاش غادي تدخلوا تشوفوا غادي يبان لك مساحة كبيرة، وممكن تبنى في أي بلاصة، يعني ما كتاخدش الأرض بزاف. وهاد الديور ممكن نبنيهم ماشي غير غيد شوسي، مي ممكن نبنيو حتى الطابق التاني فوق منهم. وكي قلت لكم مضاد للزلازل وصحاح، وفاش غادي تشوفوا غتعرفوا علاش كنهضر. وحتى الجمالية شي حاجة اللي زوينة، يعني ممكن تكون كاع عندك فيلا ديالك وتبني هادو للضياف ولا لاي حاجه. الا كنت كتبغي شويه ديال الكالم والاتساع على المكان ديال فين كتسكن، ممكن تبنيها في فيرما، في فيلا، في اي بلاصه. غادي نقول لك الثمن، غادي تظن لان الثمن رخيص في متناول الجميع. هذا 2500 درهم للمتر كاري، يعني هذه اللي كتشوف دابا مورانا 36 متر ب 9 مليون. طبعا هادو اللي كتشوفوا حاليا الموديل اللي موراكم راه كاين قريب من البؤره ديال الزلزال، وانت غادي تشوف بعينك، ماشي زعما شي حاجه اللي غنقولوها من راسنا. طبعا ما فيهمش حتى شقه، الاقل ما كاينش شقه، لانه ما كاينش شي ضاله ولا شي حاجه كثيره من الفوق اللي ممكن تخليهم يطيحوا ولا شنو. ومبنيين من الحديد، يعني البناء كله متماسك بواحد الطريقه في شكل. دابا نعطيكم لي بلون وداكشي باش تشوفوا من بعد. وشي حاجه اللي زوينه ولاقت اقبال كبير قبل من الزلزال، وسيرتو من بعد الزلزال، ملي شافوا كاع الناس جاو ليها وعجبتهم وشافوها صبرات الزلزال، جاو بغاوها بزاف، وسيرتو الاجانب هما اللي بغاوها بزاف. وكنبغي نقول للناس راه غادي نخليكم الرقم ديالي، اللي بغى يجي يشوف بعيني التيموان اللي عندنا هنايا مرحبا به، وانا متاكد غادي تعجبكم هذه الفكره. مرحبا بكم.